عندي اكثر من 3 سنين البنات على الطنجره ولا كوكوت ديال الحريره، عرفتوا راه واعره يا البنات، جابوها لكم اختي اليوم في اكسيون. طيبي فيها مرقه، طيبي فيها عدس، لوبيا، روز، لي بات، اي حاجه يا البنات. هذه اختي كتجي الكتريك، حاطينها لكم ما شاء الله بكونتيتي كثيره. يجوني عليها بزاف ديال الاسئله، هاد الفخيتوز، هاد القلايه الهوائيه، واخيرا اختي حطوها لكم في اكسيون. البنات هادي راه كتجي الكبيره الاخوات، فيها 4 اطرون البنات، يعني هادي اختي تحمري فيها دجاجه، ديري فيها الفريت كالامار، ديري فيها حتى الكيك، وطيبي فيها حتى الخبز، شي حاجه واعره لان كتجي مجهده، فيها 1500 واط ديال الاخوات و 3 زون ديال لاكارونتي. منكم الحاد قالت لي عشاق اختي الدجاج المحمر، الاخوات اللي كيبغيو يشويو الدجاج كيبغيو يحمروا الدجاج، اليوم اكسيوم جايب لكم المولى اختي ديال الدجاج، عرفتوا راه واعر كيجي كبير ما شاء الله يا البنات، جايب لك اختي حتى الصغير ديالو، بغيتي تصايبي هكا غاتان، بغيتي عرفتوا يا البنات، جيبي لكم من الكبير حتى الصغير، جيبي لكم حتى هاد الزليفات هادو زوينين هادو، لا بغيتي تصايبي كل واحد والكغاتان ديالو، عرفتوا اختي جايبي لكم السيرفيس كامل مكمول. بلاطويات راقية اختي بأثمنة خيالية، عرفتوا حمقوني البنات هاد البلاطويات هادو اختي راه كيجيو رخام رخام، عرفتوا راه تقال ما شاء الله زوينين، جايبينهم لكم في هاد الدوغي هذا، وشوفي لي اختي النوار، أول مرة كنلقى هاد الموديل هذا هنايا في أكسيون، أول مرة اختي كنلقى لكم لا مارك في أكسيون البنات، حمقني هاد الغلاي واعرة البنات، فيه 2400 واط، كيهز لكم 3.8، وشوفي لي اختي 15 عام ديال لاكارونتي، و 15 عام اختي ديال لاكارونتي، يعني كتاخدي شي حاجة ديال الصح والعمل. حطوهم في اكسيو كيطيروا يا البنات هاد السريفسات هادو، شي حاجه زوينه عرفتي، راه بلايص اخرين دايرين الثمن الاخوات، اللي باغا تاخد سيرفيس ديال سيدنا رمضان راه ما بقى ليه والو يا البنات، عرفتوا راه جايبين لكم موديلات غزالين، جايبين لكم اختي السيرفيس كامل مكمول وثمن رخيص، حمقوني يا البنات اللوينات ديال هاد الموديلات هادو. اول مره كنلقى هاد الموديلات البنات، حمقوني هاد الشجيرات هادو اللي حاطين لكم الاخوات هنايا في اكسيون، شوفوا لي اختي هاد الستيل هذا كيحمق بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش هاد الكازو اللي كيتباع هنا في اكسيون، بحال دابا عندك شي نبيته ولا شي بلونت باغا تقاديها كديري هاد الكازو هذا هنايا البنات، باش كيعطيك ديكور غزال، راه غير 82 سنتيم فيه 3 ديال اللوينات. السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ خيتكم بشرى اخواتي، جات اليوم اختي مصبحه على اكسيون، عرفتوا ما شاء الله يا البنات باقا الدنيا خاويه، درت اختي كالعاده ما شاء الله جايبين لكم بزاف يا البنات ديال الجديد، وكنلقى اختي لا مارك اليوم البنات كاينه في اكسيون. اول حاجه بغيت نبدا لكم اختي بهاد الطنجره، عرفتوا راه واعره والله يا البنات اللي عندي، اش غنقول لكم اكثر من 4 سنين هذه، اكثر من 4 سنين اول مره البنات كنلقاها لكم هنايا في اكسيون، هذه راه زوينه البنات، هذه راه سميها طنجره كوكوت كيف ما بغيتي اختي، كطيبي فيها عادي يا البنات، طيبي فيها اللي بغيتي، مريقه، طيبي فيها روز، طيبي فيها حريره، طيبي فيها اللي بغيتي يا البنات، عندي كثر والله البنات الى سنين وهي عندي، الله يعمر ليها الدار الاخوات، هاي ديري لك 3 سنين ديال لاكارونتي، زوينه البنات، اول مره كنلقاها هنايا في اكسيون، ديري ليها اختي 24.95 كتهز لكم 3 اطرون الاخوات. اول مره اختي كيجيبوا لكم لا مارك ديال طيفاله البنات، اللي خاصها اختي هانتوما يا البنات، اللي خاصها اختي شي غلاي ديال طيفاله البنات، ها هو اختي لا مارك ديال طيفال، ديروا له 19.95 البنات، كيهز لكم 1.8، يعني راه كيجي كبير ما شاء الله، هذا راه كيهز لكم غير 1.7، هذا راه 1.7، هذا راه 1.8، يعني هذا كبر من هذا، هذا كيبان في الصوره كبر، هذا كيهز لكم 1.8 البنات، يعني كبيره الاخوات، كبير الله سبحانه وتعالى، لا مارك ديال طيفال فيه شوفي لي اختي 2400 واط، 2400 واط البنات، ديروا له 19.95 فيه الواط مجهد يا البنات، حط لكم هذا يا اختي الا بغيتي تحمري الخبز زوينه البنات، هذا حتى هو لا مارك ديال طيفال، حاطين لكم البنات ب 22.95 هانتوما البنات، لا مارك ديال فيليبس ميكسو البنات، ديري له هذا الاخوات 18.95، بغيتي تضربي هكا كيك بغرير اي حاجه، اي حاجه كيليق البنات، بغيتي تصايبي كخيم اي حاجه البنات، حاطه لك اختي ديال لا مارك، كيجوني بزاف ديال الاسئله على الفخيتوز، اختي بشرى واش حاطينها في اكسيون؟ البنات عرفتوا هاد الفخيتوز هادي راه واعره واعره، راه شحال هذا وهي مقطوعه البنات، والله القسم الا كنجي وما كنلقاهاش، كنلقى بزاف ديال الموديلات، ولكن هادي اختي عرفتي راه بزاف ديال
الناس اللي خداوها صدقات ليهم واعره واعره يا البنات. هذه فيها اختي تخوازون ديال لا غارونتي. هذه راه الكبيره ما شاء الله كتهز لكم 4.5، يعني كبيره تقدر تهز لك اختي دجاجه محمره البنات، ديري فيها الفخي، ديري فيها اي حاجه كتجي كبيره ما شاء الله. ها هما اختي لقيتهم حاطينها اليوم. هذه اختي راه ديري لها 48.95. شوفي لي اختي راه فيها 1500 واط. واللي باغا تحمر الدجاج واللي باغا طيب هكا كونتيتي ديال اللحم كونتيتي كثيره، البنات حاط لكم هاد الطنجره هادو راه ما شاء الله اختي. هادي راه الكبيره يا البنات، كبير الله سبحانه وتعالى، زوينه زوينه. هادي اختي راه فيها 28 سنتيمتر الدائره ديالها، راه كتجي كبيره. كاين البنات هاد اللي كيسولون عليه بزاف ديال البنات، هاد راه كيجي الباك الاخوات فيه ثلاثه ديال الطنجرات. علم زوينات ويا البنات، ثلاثه اختي ديال الطنجرات، يعني تقدري تاخذي هادو الوليدات وتاخذي الميمه تاعي. فهمتوا البنات؟ هادو كتجي الدائره ديال الكبيره ديالهم. ها هما دايرين لك هنايا الكبيره 24 سنتيمتر، خلمدو 26 والصغيره 18. هذه اختي راه 28 سنتيمتر، يعني هذه تهز لك اختي جوج حتى ثلاثه ديال الدجاجات محمرين. الاخوات اللي كيبغيو الطنجرات كبار على حساب الدجاج المحمر، خذي هذه زوينه، دير لها اختي 19.95. حاط لكم حتى المقيلات البنات، ها هما المقيلات كيجيو ثلاثه ديال المقيلات زوينين هادو، فيها الصغيره 20 24 28 سنتيمتر 24.79. شوفوا يا البنات شنو جابوا لكم في اكسيو الاخوات، فينكم يا الحادقه. عرفتوا يا البنات هاد الليمون هادو شحال هذا ما كنتش لقيتهم، يعني ما بقاوش جابوهم البنات. اليوم حاطينهم لكم في ليطي كاملين. اللي باغا تحمر شي دجاجه في الفران، باغا تشويها، باغا ديري اللحم، باغا ديري، عرفتوا يا البنات لي اول مره كنلقى لكم السيرفيس كامل مكمول. كاين هذا كيجي الكبير كاع البنات، هذا 5.95 أورو. جيبي لكم البنات هذا بلا حتى هو ديال الفران، ديري فيه لحم، ديري فيه كيك، ديري فيه اي حاجه البنات، هذا 4.95 أورو. كيهز لكم حتى لثلاثه طرو يا البنات. وجيبي لكم هذا الصغير، هذا زوين كيجي هذا، يعني بلا على حسب كل واحده البنات، يعني هذا كل واحد ديري ليه بحال دابا درتي غاطا، درتي كديري كل واحد وديالو البنات. صوره ما شاء الله. اليوم اختي لقيتهم جايبين هاد الزليفات، هادو عمري ما لقيتهم البنات. شوفي لي اختي السيرفيس كامل مكمول، تقدري ديري حتى هادو غاطا، يعني كل واحد وديالو، تقدري ديري هاد الكبير هذا، تقد زوينين البنات والله القسم الا فنين. هادو اختي الثمن ديالهم غير اورو 19، اعلام زويناتهم. جايبين لك اختي اليوم السيرفيس كامل مكمول. شوفوا يا البنات الجديده اختي ديال اكسيو، عرفتوها ما شاء الله، وراء اكسيو اختي ما كيتقاداش البنات. عقلتوا هذا البلاطو عرفتي راه ثقيل ثقيل، البلاطويات اللي كانوا جابوا ديال الرخام، عقلتوا البنات ها هما داروا ليهم الروتور، زوين يا البنات الله اكبر. عرفتي راه ثقيل ما قديتش نهزو، زوين. كاين البنات جابوهم حتى في النوار، كانوا ديك المره غير في هذا الدوغ يا البنات، عقلتوا الاخوات عرفتوها ما شاء الله، راه ما قديتش نهزو يا البنات. هادو راه ما خبغي، راه رخامه البنات، راه ماشي تقولي بلاستيك هكا صابغينو، لا اختي كتجي رخامه يا البنات، زوين. كاين هذا كيجي ما خبغي، يعني كاين هذا كيجي بحال كري، هذا كيجي بحال بلون كاسي، فهمتوا البنات. جايبينو لكم اختي في الدوغي، وجايبينو لكم حتى في النوار، اول مره كيجيبوها الاخوات في هذا النوار هذا. ديري لهم 7.49 أورو، العبار ديالهم 29 على 20 سنتيمتر. البنات تقول لكم هاد اللمات هادو ديال اللحم، ها انتم البنات هاد الموديل هذا راه اول مره كنلقاه، قال لك كيقطع مزيان البنات، هذا دير له 2.49 أورو. هاد الموديل هادو اول مره كنلقاهم البنات. وجايبين لكم هذا الصغير ديالو ديال الخضره، هذا خسر لا نوفيل كوليكسيون، والله يا البنات يوم واحد الكاليتي غزاله ما شاء الله، هذا دير له 2.99 أورو. ها انتم البنات الجديده اختي ديال 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 اكسيون، هادو اول مره كنلقاهم، شفتوا جايبينهم لكم غير في النوار. كاين هذا ديال اللحم وهذا ديال الخضره. قلت لكم هذا الاطاجير هذا كيجي زوين البنات، هذا اختي كيجي ديال الخشب، زوين هكا كديري فيه حلوه، ديري فيه اي حاجه البنات، زوين للتقديم. دير له 6.49 أورو، فيه ثلاثه ديال الاطاجات. حاط لكم هذه البنات كتجي هكا يعني زوينه في التقديم الاخوات، كديري فيها هكا دي صوص، دي فخويسك، شيبس، يعني اي حاجه زوينه كتجي هاد البلانشه هادي، وفيها ثلاثه زليفات هادو ديال الزجاج البنات. هادو راه كيبقاو من الجديد، الثمن ديالهم اختي 4.99 أورو. بزاف ديال الاخوات اللي شكروني على هاد ليفول هادو اللي حاط لكم في اكسيون، عرفتي البنات كيبقاو غزالين فنين، الكاليتي ديالهم زوينه. هادو البنات راه كيجيو ديال اينوكس، فيهم اللوينات، يعني اي حاجه دير فيهم دي صوص، اي حاجه تقدري حتى هكا كديري ماسكات بحال هكا، كيبقى لك شي ماسك كتبغي ديري في الثلاجه، ولا يعني كيليقوا بزاف ديال الحوايج البنات بحال هاد ليفول الصغار، والكاليتي ديالهم زوينه البنات والله القسم، ب 82 سنتيم زوينه، تبقي بحال هكا طلاشات لك شي حاجه ولا بغيتي ديريها في الثلاجه، يعني عندهم
بزاف ديال الاستعمالات اختي بهذا الثمن هذا. والله اختي سي غراتوي، حاط لكم حتى هاد البنات هاد الحكاكات هادو، هاد اختي تحكوا بها مطيشه فخوماج، جيبينها لكم في هاد الموديل هذا وجيبينها في هاد النوار هذا. اول مره كنشوف البنات في هاد النوار هذا. شوف ها هما الاخوات، غادير لهم جوج القرود سعود وسبعين. يا البنات دخلت لقيت هاد القريعات هادو، قلت نجي من بعد نصورهم. عرفتوا يا البنات وطاروا ما شاء الله، طاروا يا البنات، كيبقاو من الجديد اختي ديال اكسيو كيحمقوا يا البنات، فنين فنين هادو راه يلاه جابوهم زوينين. هكا ديري فيهم اي حاجه البنات، لي زيبيس كيعجب الزاج البنات، كيعجبني الطبزيره لي زيبيس البنات، ديري فيهم ملحه، ديري فيهم سنيده سكر، عرفتوا زوينين يا البنات. ديري من جوج القرود سعود و40 اختي، بقاو غير رجات ما شاء الله. بغيت نبارطاجي معكم البنات هاد 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 البواط هادي، هكا كنحطو فوقها لا ماشين. بزاف ديال البنات اللي كيسولوني عليها، ولكن اليوم لقيت وحده محلوله قلت نبارطاجيها معكم البنات. راه كتجي هادي عباره زوينه على بواط البنات على هاد الشكل هذا، بواط يعني كتحطي فوقها لا ماشين ديالك ديال القهوه الا بغيتي، فهمتوا؟ ومن هنا كيجي فيها هاد المجر هذا، ما عرفت شكون اللي حلاه، ماشي انا البنات، راه مجر ما شاء الله يا البنات كبير. هنا كتستفي فيه كتستفي فيه لي تيزان الكابسيل ديال القهوه. شوف ما شاء الله قداش كيجي، راه كيجي كبير البنات، وكت هكا صافي وكيبقى كلشي مجموع لداخل. علم زوينه البنات، لقيتها محلوله قلت نجي نوريها للبنات. ديري ليها انا فوقو 95. حطوا لكم هاد الموديلات هادو، تا هما جداد البنات فنين، ها نتوما زوينين كيجيو البنات بهاد القفاله ديال الخشب. هادو راه كيتسدو مزيان، هادو راه زاج البنات، هادو راه زاج، دير فيهم اي حاجه. شو زوينين هادو اختي، دير لهم قرود 99، اول مره كنلقاهم. حاطين هاد الموديل هذا وحاطين حتى هاد الستيل هذا، كنسبق ليا بارطاجيتو معاكم، زوينين هادو كلهم ديال الزاج البنات. دير فيهم لي بات لي زيبيس، هادو كيهزوا لكم اترون يعني كيلو، هادو كيهز لكم 450 امين، يعني بحال جايه نص كيلو البنات، فهمتوا؟ هذا اختي زوين، هذا تاورغانيزي فيه اي حاجه، ديري فيه دقيق سنيده سكر، يعني كل شيء جد الاورو 62. وحاطه لكم يا اختي هاد الكيسان هادو يا البنات، اللي ما شاء الله دايرين ضجه كبيره، عرفتي طاروا ما شاء الله طاروا يا الاخوات. انا خديت هذا ديال النحاس البنات، زوين والله القسم الا فاش كنت جيت خديتهم تلاقيت مع واحد السيده خداته، قالت لي راه راجلي، قال لي سيري طيري الاكسيو خذي لي جوج. والله يا البنات قالت لي راه هذا النحاس هذا، قالت لي راه زوين بالنسبه للروماتيز، والله القسم البنات قالت لي زوين، وخدات منهم جوج البنات. انا خديت هذا اللي خديت بالحق، انا خديته كان عاجبني البنات، لقيته في المغرب ب 6 اورو، والله القسم الا 6 اورو. جيت اختي في اكسيو لقيته غير ها انتم البنات جوج الاورو 99، عشقت فينا البنات غير شريبه ديال الماء نشرب فيه الماء، والله يا البنات الا على زويناته. يلا حطوهم لكم يا البنات، اول مره كيجيبوا لكم قراعي بحال هذا الشكل هذا، زوينين كيجيو طوال البنات، كيهزوا لكم حتى الاطر ونص. هادو زوين على حسب سباكيتي يا البنات، هادو ديال لي بات دري فيهم عدس حمص اي حاجه اللي بغيتي، ولكن هادو يعني ما كنلقاوش بحال هذا الستيل هذا على حسب سباكيتي يا البنات، زوين زوين. تقدري تاخذي وحده سباكيتي، وحده للعدس، وحده للحمص، وحده يعني كيجيو زوينين البنات. هادو كيجيو طوال، الثمن ديالهم 3 اورو 29. اول مره كنلقى هاد الموديل هذا، راه ما كيجيبوش البنات بحال هذا الموديل الطويل، زوينين. كنت بارطاجيت معكم اخر مره هاد السيرفيسات هادو البنات، ما كنتش لقيت الابيض ديالهم. اليوم البنات لقيت السيرفيس الابيض، عرفتوا حاطه لكم السيرفيس كامل مكمول، كاين فيه هاد الابيض هذا، كاين فيه هاد القهيوي البنات، عرفتوا فيه الوينات على مزويناتهم. اللي باغي البنات ياخذ اواني اختي راقيه، والله القسم الا شي حاجه غزاله. عرفتي هاد البنات شحال دايرين هادو، شحال دايرين الثمن في بلايص اخرين، بشحال يتقام عليك اختي السيرفيس؟ هنا في اكسيو اختي راه كيتقام عليك السيرفيس رخيص اختي. ها نتوما البنات راه رمضان اختي ما بقى ليه والو، اللي باغي ياخذ اختي السيرفيس ديال الحريره، اللي باغي ياخذ هكا طبيصلات، والله يا البنات الا ما شاء الله كيتقاموا عليكم بثمن رخيص البنات. اللوينات عجبوني، اللوينات راقيه وزوينين البنات. نقول لكم الاسمنه هاد الزليفات هادو البنات، دير لهم اورو 19، هادو اورو 19. كاين هاد الكبار هادو جوج الاورو 9، هادو كبار بزاف اختي، جوج الاورو 59. البلاطويات هادو المتوسط جوج الاورو 59، بالنسبه للاسيط الكبيره داير لها جوج الاورو 89. عرفتوا كيبقى لكم اختي السربيس رخيصه البنات، راه جايبي لكم اواني والله القسم الا غزالين البنات. كاين هاد الموديل هذا كيجي مغبغي بحال هادي، هي كتجي على حسب الزلافه ديال الحريره، ها نتوما البنات تفصيل الزلافه ديالو، هذا كيجي مغبغي البنات، يعني هادو حتى هما كيبقاو جداد ديال اكسيون. راه جايبي لكم البنات اواني ما شاء الله يا الاخوات. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على السربيس، هذا اختي ديزاين عربي يا البنات، هذا اختي ديزاين ديالنا البنات، راه حاطينهم لكم. راه واخيرا داروا لهم الروتور، التفصيل الكبير الكبير كبير الله سبحانه وتعالى، جد الاورو 9
1995 حاطه لكم البلاطويات هانتوما اللي باغي يكمل يعني هكا السربيس الزليفات زوينين هادو، تقدر دير فيهم حتى هكا الزيت الكونفيتير الزيتون دير فيهم دي صوص، هادو اورو 19 الناس. وحط لكم حتى الزليفات هانتوما البنات، راه جايبين لكم اختي السربيس كامل مكمول، حط لكم هادو البنات هما كيعجبوني زوينين، كدير فيهم هكا دي صوص، تكوني حاطه شي حاجه دير فيهم دي صوص زوينين هادو، راه الثمن ديالهم اورو 19، راه جايبين لكم ما شاء الله البنات بزاف الاخوات ديال الموديلات، حط لكم حتى هاد لي زاسيت هادو اللي كيجيو هكا ملونين، كاين هذا كيجي فيه بحال شكل ديال قوس قزح زوين، كاين هذا كاين فيهم اللوينات فيهم الدوغي فيهم الارجنتي، هادو خشي يدير لهم اورو 90 اورو 69، راه كاينين حتى الزليفات ديالهم فحال ما هكا الا بغيتي تاخدي السربيسه البنات شفتو، هادو دير لهم 82 سنتيم، هادو الاخوات غير 82 سنتيم، يعني وكتبقى دي الزليف كتبقى الاذواق كتختلف، فهمتوا البنات؟ راه كاينين اختي عندكم بزاف اختي ديال الموديلات، راه الا جيت خاصني ندير فيديو هنايا فهمتوا البنات؟ اختي راه تحتاري باش تختاري كيف كنقول لكم دائما. البنات اللي كيبغي حتى اللون الازرق حاطين هاد الموديلات هادو بالزرق، كاين اختي فيها الزلافه الصغيره وفيها البنات حتى الزلافه الكبيره، هانتوما البنات زليفات ديال الحريره راه ما شاء الله، هانتوما الاخوات شوفي لي هاد اللويه الازرق هذا حتى هو كيجي غزال ما شاء الله، فنيونين الاخوات شوفوا البنات شحال عجبوني هاد التجيرات هادو، عرفتي حمقوني اول مره البنات كنلقاهم هنايا في اكسيون، شوفي لي اختي الستيل ديالها كي تيجي، كاين هاد الموديل هذا البنات زوينه، وكاين هاد الموديل فيها ثلاثه اللي فيها ثلاثه البنات، كاين هاد الموديل هذا وكاين البنات هاد الموديل، عرفتي زوينه تحطيها هكا عرفتي علم زوينه، البنات هادو راه جديده اختي ديال اكسيون، كاين هذا وكاين هذا البنات الثمن ديالهم 4.99 اورو، بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه ما عرفتش واش عارفينها ولا لا هنا في اكسيون، هو هذا البنات هاد كيجي بحال الشكل ديال الكازو بحال شو البنات، هذا راه داير غير 89 سنتيم، هاد الخضر اللي زوين، كاين هذا كاين هذا بحال دابا عندكم شي فاز ما بقاش عجبكم هاد الخضوريه اللي فيه ولا يعني بغيتو تقادوا له الديكور ديالو، راه تيتباع البنات هاد بحال الشكل ديال الكازو كتشديه وكتعمري بيها اختي يعني البلانت ديالك، ولكن ماشي ناتشورال البنات غير بلاستيك فهمتوا البنات، وكيعطي واحد الديكور زوين الاخوات في البلانت فهمتوا، وشوفوا لي الثمن ديالها راه غير 89 سنتيم، فيه ثلاثه ديال اللوينات، كاين هذا وكاين هذا الربيعي هذا وكاين هذا اللون هذا، شو الاخوات دير لهم غير 89 سنتيم، عجبني حتى هذا الموديل هذا كتجي كبيره ما شاء الله، شو الاخوات زوين هذا كتجي طويله فيها ثلاثه البنات، كاين حتى هذا الموديل هذا كيجي دائر وهذا عجبني هذا اكثر البنات، زوينين هادو هادو دير لهم هنا فوق 99 والله البنات الا رخيصين زعما فريمون، بحال هادي بحال هادي كتجي ما شاء الله غزاله هنا فوق 99، حط لكم هاد لي ميغواغ هادو البنات هادو راه جداد هنايا في اكسيون، زوين كاين هاد الموديل هذا وكاين هذا فيهم موديلات البنات زوينين، شتي هادو الاخوات راه ماشي تقدروا غير تستعملوهم هكا كمرايات، تقدروا تستعملوهم كتبلاطويات فهمتوا البنات، هكا للديكور يعني تحطي فيهم شي فاز ولا يجيوكم على مزوينات هما البنات، هادو كميغواغ يعني كيتعلقوا كيجيو زوينين كتعلقيهم، ولكن اختي تقدري تستعمليهم حتى بلاطو، عرفتوا راه كيجيو زوينين، دير لهم اختي جوج الاورو 99، نبارطاجيهم دائما معاكم البنات هاد المكانات هادو في النهار، عرفتي البنات اليوم لقيتهم حاطين حتى البيض، شوف اختي البيض كي تيجي والله يا البنات الا كيجي إيليغون على مزوينتها، الدائرة ديالها 50.8 سنتيمتر، وهي اختي تنفحقها بجوجهم زوينين، ولكن دابا فاش لقيت البيض، عرفتي البنات حتى البيض زوين، شوفي لي الثمن ديالهم اختي دير لهم 13 اورو 5 وتعرك تجي كبيرة البنات، هادي ديريها في كوزينة في صالة فين ما عجبك اختي.